تغيب ولا تسيب؟ ما بحبش اغيب عموما يعني. لا اسيب. تسيب؟ اه كرامتي. انا مش فاهم السؤال بس اسيب. تبلح ولا تشلح؟ لا ابلح سمعتي. ما هو بالك تشلح دي مش شرط يكون معناها انك تشلح بالمعنى القبيح، ممكن كنت تشلح انسانيا. لا 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 ارجع لي جمله والله ما افوتها. يعني اشلح انسانيا يعني تبقى تكشف كروتك يعني. لا انا واضح اصلا يعني تشلح. لا انا واضح. انت خايف تشلح. اه طبعا فتبلح. بص انا ضد الاغراء عموما فمش هشلح. ما انت مش عارف التبليح ده ممكن يوديك فين. بس مهما وداني مش هيوديني زي ما التشليح هيودي. ممكن. اه طبعا. تشليح وحش قوي. طيب وحش قوي. تسوي ولا تحشي؟ انا احب المحاشي. اعتبر سؤال فلسفي. انت ليه دماغك بتروح احشي؟ احب احشي. تحب تحشي؟ آه. كلنا. انا كمان انا ما احبش اسوي. انا اخول ايدي. انا احشي. انا احشي. ايه احلى ثلاث اعمال بتحبهم لاستاذ مصطفى متولي؟ اوتاكا سألني السؤال ده وتعبني برضه. لو انها متك ده حاجه حلوه يعني حاجه نفرح. لا مش تعبني، تعبني في الحيره لان انا في حاجات بحبها. بحب انا اوتاكا اقواس زي بعض فتلاقينا بنخش من نفس الزخنيقه. بحب له شمس الزناتي طبعا. سيبرتو. لو ما كنتش قلته كنت هموتك. دمي كله خمره يا عم الشيخ. خش روح نام انت. وبحب شباب زي الورده هتموت بدلكم بكره الصبح. وبحب هاني المسيحي بتاع الارهابي. اه وبحب جدا المشهدين بتوع اللعب مع الكبار اللي هو دخل قال له كان فاكر كان قلم بتوع اللعب مع الكبار. انا بحب المشهدين دول قوي. بحب انا بقى بحب له شمس. متفق معاك في شمس الزناتي جدا. انا بتكلم اعماله عموما مش ايوه. وبحب له دوره في مسلسل بكيزه وزغلول. يا سلام انا بحبه. يا نهار اسود. الدكتور ايه كان اسمه؟ دكتور هشام. ايوه علاقه الرومانسيه اللي بينه وبين زغلول اصلا بالنسبه لي بتفصلني. أيوة. ضحك. وعمل اتيليه ازياء قدامنا بيكي. ايوه بيكي. أيوة. يا نهار اسود المشهد ده يدرس. المسلسل ده حلو قوي. قال لك هو شراب حاطط رجله في الميه ضد الميه مش عارف يقول ايه. اقسم بالله كان على الهوا. وبحب له جدا 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 بقى دوره في رأفت الهجان الجزء الاول. لا تقع في حب العميل يا سيد محسن. بص بعشقه بعشق له الثلاث ادوار دول. ثلاث ادوار. كمل اسئله. مصطفى خاطر. انا مصطفى خاطر صديق عزيز يعني صديق الصدوق يعني. مصطفى خاطر خدها في الحته الانسانيه مش مقتنع بيك يا فندم. ماشي. بص شفت سهله بقى. شفت بقى سهله ازاي ان انا البسك مع الناس. شفت لا يتشال في ال انا لا انا كنت هقول لك الاثنين. لا ماليش دعوه. هقول لك الاثنين. لا انت قلت لي تقول اول كلمه جت على بالي قلت صديقي الصدوق. اذا انت مش معترف بيه فنيا. اول حاجه جت على بالي هي صدق هي صديقي الصدوق. بس يبقى مش على بالك فنيا يبقى انت مش مقتنع بيه فنيا زي ما انا مش مقتنع بمسرح مصر. انت تعرف تحط دي تحط دي. انت تعرف كده انت كده وقعتني يعني. اه انت عارف ان انا ممكن اقول لك انا مش مقتنع بخاطر وبيك فنيا ليه اتشدت لكم عادي جدا. انا افكر اذا انا موجود او انا رايح في داهيه لسه مش عارف ايه. ايوه كده. اه ايوه كده. اكيد مش بسالك على الحكمه الاساسيه. انا رايح في داهيه. من جد؟ لا وجد. انسى يعني. لا 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 ربنا ما بيضيعش مجهود حد. اوكي ده بجد بقى. ماشي. انا عجبتني اجابه احمد فهمي في السؤال. ايه حصد؟ قال لي مش شرط يجد ممكن يشتري لايكات. حلو دافع برضه. وفي مين فينا مش دافع؟ على رايك. اصاله. انغام. فيفي عبده. خمسه مواه. دي عسليه. دي عسليه انا بعشقها. محمد كريم بالبورنس. هي هي جود مورنينج بالنسبه لي ومثل جود مورنينج جود ايفنينج. انا اتعلمت انجليزي منه شفت قلتهم ازاي. كنت زمان بقول الخير بعد استاذ محمد كريم بتقول جود مورنينج وجود ايفنينج. مسرح مصر. صحابي. اجابه ذكيه معناها ان فنيا مش عاجبينه بس عشان صحابه مش عايز يزعله. اوكي شكرا. عفوا. تصدق بقى انا مكمل معاك للاخر يلا. بطانه رانيا يوسف. مالك يا حبيبي؟ لا الدنيا حر. الدنيا حر. تصدق انا بمسح عرقي على السؤال يا ابن اللذين. وحشه. لا 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 فستان كان حلو. بطانه مش حلوه؟ لا الفستان كان حلو. هي لابساه وحباه وكيه فيه قمر. البطانه مالها البطانه؟ عامله ايه معاك؟ حلوه. حلوه حلوه. ابوس ايدك انا راجل متجوز ما تدينيش في داك.
احمد السبكي ولا محمد السبكي؟ احمد. تمام يا عم محمد، مش ده اللي جبته في افلامك؟ واحمد جابني في افلامك، احتضنته، واحمد احتضنني، طبطبت عليه. الاثنين كويسين، بس انت هتخيرني اشتغل مع مين دلوقتي؟ احمد. انور ولا خاطر؟ مين فيهم اكثر بياضا؟ بياضا خاطر. اسقس وحمدي المرغني، مين فيهم اكثر بياضا؟ اكثر قبحا. ايه ده؟ ايه السؤال القذر ده؟ لا ده تنمر جدا. لا 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 تنمر ايه؟ دول حبايبي. حمدي لو من غير السنه الجديده اسقس بعد ما حمدي ركب السنه. يعني دلوقتي يعتبر اسقس الاجمل في نظرك؟ لا اسقس اوحش بعد ما حمدي ركب السنه. يعني حمدي كان اوحش لما كان بالسنه. لما ركب السنه قلب اخد ايدج شويه عن اسقس. حته بقى شبه ايه؟ هو ملوش شبه ما شاء الله. الحمد لله ان هم اصحابنا مش هيزعلوا. الحمد لله ولما زعلوا والله هو يعني اتفضل. توتا ولا ربيع؟ توتا. ويزو ولا عمرك؟ ويزو طبعا. ويزو ولا ويزو طبعا. ويزو ولا شيماء؟ ويزو ولا شيماء؟ ويزو ولا شيماء؟ صعب. عارف ليه؟ عشان انت جبان. لا عشان دول ستات مش هيفهموا الهزار. ويزو ولا شيماء؟ غير سؤال. انت مزنوق بين جبلين. بين مضيق طارق، مضيق جبل طارق، انا مزنوق في النص. شيماء. شيماء. لا مؤاخذه، ابوك ولا امك؟ ابويا الله يرحمه، بس هي امي، وحتى لو كان ابويا عايش كنت اقول امي وهو عارف.